السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكشف ليكم أول رد فعل من إيمي سمير غانم على خبر طلاقها من حسن الرداد بعد فيديو الرقص مع غادة عادل، وإيه كان رد حسن الرداد عليها. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل أي حاجة من فضلك أعمل لايك للفيديو، ولو ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. هنكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. انتشر خلال اليومين اللي فاتوا على السوشيال ميديا فيديوهات ظهر فيها حسن الرداد وهو بيرقص بطريقة هستيرية، ووصفها البعض بالأوفر، مع الفنانة غادة عادل في كواليس عرض مسرحية في نص الليل اللي بيتم عرضها دلوقتي في موسم الرياض. ومع انتشار الفيديوهات دي ابتدى الجمهور يسأل فين إيمي من كل ده، وليه مش مع جوزها، وليه أصلاً حسن سايبها في العمرة لوحدها ومش معاها. كل الأسئلة دي خلت خبر طلاق إيمي وحسن الرداد يشعل السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت، لكن أخيرا إيمي حسمت الجدل في الموضوع ده وردت على خبر طلاقها من الرداد، لكن بطريقة غير مباشرة من خلال إرسال باقة وردة حمراء ضخمة جدا على شكل قلب مع بعض الهدايا اللي عليها إمضاءها بمناسبة عيد ميلاده. كلنا عارفين إن حسن الرداد مواليد 2 يناير، وكانت نشرت إيمي فيديو للهدية اللي بعتتها لجوزها على حسابها في إنستجرام، وكمان رد عليها حسن الرداد ونشر نفس الفيديو على حسابه في إنستجرام. كلنا طبعا عارفين إن إيمي في مكة دلوقت بتعمل عمرة، ورغم انشغالها بأداء العمرة إلا إنها اهتمت إنها تبعت ورد لجوزها في عيد ميلاده وتهنيه كمان على مسرحيته الجديدة في نص الليل، واختارت باقة ورد على شكل قلب دليل على حبها الكبير لجوزها. وكان إرسال باقة الورد دي رد من إيمي على خبر طلاقها من حسن الرداد اللي انتشر بشكل كبير جدا، خصوصا في الساعات اللي فاتت بسبب وجودها في مكة بعيد عن جوزها. ده غير طبعا الأخبار اللي طلعت إن إيمي زعلت زعل جامد جدا من جوزها بسبب رأسه بالطريقة الهستيرية دي مع غادة عادل. كل الأخبار دي مش حقيقية يا جماعة، وإيمي مش زعلانة من جوزها ولا حاجة، والدليل على كده باقة الورد الجميلة اللي بعتتها له في عيد ميلاده. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن أسرارنا لسه ما خلصتش. استنونا فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على قناتكم، قناة أسرار النجوم.